منح الشباب والأفلام القصيرة السادس. حقيقة هذه هي الدورة السادسة من مهرجان سينما الشباب، وكنا قد يعني أردنا لهذا المشروع منذ أن أسس يوم كنت مديرا عاما للمؤسسة العامة للسينما. كانت الغاية الأساسية أن يتواجد لدينا جيل شاب جديد يغني هذه الصناعة ويدفع بها قدما إلى الأمام، وما أدل على ذلك من أننا اليوم بناء على نجاح هذه التجربة، وكما سأقول بعد قليل في الافتتاح، يعني تمخض عن هذه التجربة أن لدينا شباب خاضوا غمار تجربة الفيلم الروائي الطويل، وأيضا يعني نحن أمام معهد جديد عالي للفنون السينمائية سيباشر مهامه اعتبارا من العام المقبل. يعني حقيقة يعني أنا سعيد جدا بأننا أمام شباب لا تقيدهم أي حواجز، يطلقون العنان لأفكارهم. المحترف دائما يحسب الأمور بدقة ضمن معادلات رياضية شديدة الدقة، لكن الشاب الذي يعني يخوض غمار الإخراج للمرة الأولى يعتمد دائما على البراءة، يعتمد على الفطرة، ونحن كسبنا في السنوات الماضية مجموعة من الشبان الموهوبين الذين سيرفدون هذه الصناعة التي نفتخر بها جميعا. طبعا مهرجان اليوم أهمية الفعالية هي واحدة من أهم الفعاليات الثقافية في البلد، أهميتها تكمن وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من عمر سوريا، تكمن في هذا الجو الاحتفالي الحقيقي والتنافسي الموجود بين الشباب السوري من أجل أن تبقى السينما دائما موجودة وحاضرة في عقولنا وفي قلوبنا. اليوم استطعنا خلال هذه الدورة أن نستحضر بعض الأسماء المهمة في عالم الفن والسينما إلى سوريا، بعضهم موجود في لجان التحكيم والبعض الآخر موجود سيكون من المكرمين. من هذه الأسماء لدينا الفنانة سمية الخشاب من مصر، السيناريست والمنتج فاروق صبري من مصر، لدينا الأستاذ الأمير أباظة من مصر الناقد السينمائي المعروف، لدينا الفنانة كارمون لبوس أيضا من لبنان، لدينا الفنانة طبعا هناك مجموعة من الفنانين السوريين، ولكن هناك الفنانة دارين حمزة أيضا من لبنان، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين السوريين المكرمين مثل الفنان بسام لطفي، الفنانة ديما قندلفت. والله يا قلبي لازم، لأنه أهلين يا قلبي، يعني لأنه في تسلسل أجيال، وهلأ دور الشباب يلي هن بدهم يخططوا مستقبلنا، فلازم نوقف إلى جانبهم مشان نضمن أنه مستقبلنا حيكون أفضل. سعيدة جدا أن أنا في سوريا من بعد سنين طويلة، وسعيدة اشتقت جدا للشام، وكنت فرحانة قوي وأنا جاية لأنه هي تعني بالنسبة لي كثير عن سوريا. أكيد على طول إحنا دايما متابعين، دايما متابعين المهرجانات، والدليل على كده إن أنا موجودة النهاردة معاكم. يعني بشكركم، بشكر وزارة الثقافة على الجايزة، الدرع الجميل ده، وبشكر أستاذ محمد أحمد أستاذ مراد وكل القائمين على المهرجان بجد. وسعيدة قوي أنا لما دعوني على طول جيت من غير اي تفكير، يعني لانه اشتقت قوي للشام بجد. بحكي عن موضوع التظاهره بحد ذاتها، هي تظاهره مهمه لانه هي بتحكي عن الشباب، والشباب هن بتعرفي قيمه للوطن، وكل ما كان عندنا اهتمام بالشباب كل ما كان يعني عم نهتم بالمستقبل. فيعني هذه التظاهرة السينمائية اللي قامت فيها مؤسسة العامة للسينما ما في شك هي من أهم التظاهرات اللي موجودة في كل العالم العربي، والاهتمام بالشباب شيء أساسي بأنه نعطيهم الفرصة الحقيقية أنه يأخذوا الخطوة الأولى باتجاه أنه يكونوا سينمائيين في المستقبل بكل التخصصات طبعا. وهلأ كمان يعني أنه في عنا شيء اسمه المعهد العالي للفنون المسرحية، الآن سيكون هناك معهد عالي للفنون السينمائية أيضا السنة القادمة إن شاء الله، على الأقل بتخصصات محددة ولكن سيتطور في المستقبل. أنا بعتبر هذا المهرجان بدورته السادسة هو نتيجة مشروع بدأنا فيه من أكثر من 10 سنوات من قبل الحرب، وقت اللي بدأنا إنتاج أفلام للهواة. وبتخيل أني كنت من الأشخاص اللي حاولوا يساعدوا الشباب بخطواتهم الأولى. اليوم أنا عم حكم هاي الأفلام، بتمنى نشوف سوية عالية من الأفلام السورية والأفلام العربية كمان، ونقدر نمنح يعني جوائز لمن يستحق.